like to get out there. Okay. بلش يضربوا من هون. لا ريح حسين. جيت من دبي. قبل ما اجي من دبي كنت اسسنا هاي الكتيبه، يعني اسسناها. انا كنت في الخارج ودخلت، وقبل ما ادخل كونا هاي الكتيبه واسسناها بشكل قوي جدا هون بحمص، بمختلف مناطق حمص. يعني في الان 10 كتائب منضمه تحت لواء هاي الكتيبه. اسسناها وبعدين اجينا عشان نشارك نحن الشباب، نشارك هموم الشباب المقاتلين، ونشارك عملياتهم، ونشوف على الأرض، نشعر على الأرض بكل المعطيات اللي عم يشعروا فيها الشباب. لا تكشف حالك.